طيب لو انا بتفرج على الحلقة دي دلوقتي وبعدين ايه لقيت نفسي انه ايه ده، دي معظم الاعراض اللي انتوا عمالين تتكلموا عليها دلوقتي عندي، ده انا شعري بيقع، ده انا جلدي فجأة بقى ناشف جدا ودي مش طبيعتي، ده انا دايما بقيت حاسس بالكآبة والاكتئاب، ده انا بتخن كده عمال اتخن من غير سبب مقنع، نفس كميات الاكل اللي باكلها بقالي 20 سنة ولكن دلوقتي انت وزني زاد عشان انا كده عندي ضربات قلب سريعة مثلا. طيب لو حد دلوقتي بيتفرج على الحلقة دي وقال انا باينني كده عندي خلل في الغدة الدرقية، يروح يعمل التحاليل؟ لا، يكشف الاول والدكتور لو محتاج يعمل التحاليل، لان ناس كتير بيجوا المعمل معاهم التحاليل وتطلع حلوه. طب انت ليه مش يكشف الاول؟ الخطوات الترتيب كده، يكشف الاول والدكتور لو محتاج يطلب التحليل. بس زي ما حضرتك قلت، اول ما بتدخل عليا السيده او الراجل بعرف. لا يعني مش كل واحد، بس اقصد لو عنده بعض العلامات نقدر. طب الجانب المعنوي اعرفه ازاي الا لو حكيت مع هذا الشخص؟ وعلى فكرة هو الناس المكتئبة بيبقى باين على وشها. لا برضو يعني صح معاكي، بس حقيقي والله يبقى. لا والله مش كل مش يعني كله يعني باين على وشه. انا كتير جدا اقعد مع ناس احس ان الناس دي مكتئبة. ما هو مش كل، في حاجة اسمها الباركنسونيزم، شلل الرعاش ده، تلاقي وشه طبعا اكيد ده بيغير شكل الوش. لا وشه مش بيغيره، وده وشه كده اهو ساكت، اما يضحك من قلبه تلاقي وشه ضحك، اما يضحك من قلبه، لان في عضلات لا اراديه بتشتغل بعيد عن السكه الثانيه، لما يضحك من قلبه تلاقيه ضحك ووشه اترسمت عليه الضحكه. احيانا في الكشف بقول نكته مره واتنين لغايه ما الشخص يضحك من قلبه، اتاكد من تشخيصي من قبل ما اطلب تحاليل او اكتب علاج. بيبقى الكلمه دي مقصوده اثناء الكشف، يعني انا بقول له نكته او بقول له حاجه الشخص اللي عنده شلل رعاش مثلا، اقول له نكته كده بسيطه، ما تضحكش، هزار عام كده ونكته بجد فرحته، ضحك من قلبه، تلاقي الرسمه الابتسامه اترسمت بجد على وشه، ده يؤكد للتشخيص. يعني هو مريض الشلل الرعاش بيبقى وشه بنقول عليه ماسك فيس. اي بالظبط، ماسك فيس. تمام. ما عشان كده قلت كده في الاول، حاجه قلت لي لا لما تضحكيه بجد، لما يضحك من جويه من قلبه بجد، لا ارادي، هتلاقيه ضحك بجد. هي دي نقط ما تتعرفش غير بالكشف. اصل الناس كلها دلوقتي بيقول لك التحليل، لا الكشف له معنى. اولا انا يعني مبسوطه جدا من كلام حضرتك لاكثر من سبب، انه حضرتك نسفت عندنا معلومات كتير ممكن تبقى غلط، واحنا دايما كده بناخد معلوماتنا من بعض الطبيه، وما ينفعش ابدا في المعلومات الطبيه ناخدها من بعض بصراحه، يعني لازم ناخدها من اهل العلم من الدكاتره. تلاقي في العياده حد جه وقال انا كذا كذا، اصلي انا بنت خالتي عندها كذا كذا. احنا دلوقتي بنتكلم عليكي مش على بنت خالتك. بنت خالتك كيس لوحدها منفصله. أيوة كده. قصه لوحدها. ايوه دي حاجه تانية. الحاجه الثانيه انه حضرتك بتبسط علينا الامور، يعني ما قلتلناش الغده الدرقيه الخلل فيها هيعمل لك مشاكل فظيعه في حياتك، لانه احنا دلوقتي بنقرا وبنشوف فيديوهات على اليوتيوب بنخاف بنتخض. يا جماعه هو معقوله خلل الغده الدرقيه يعمل كل الحاجات دي؟ ببسط، بس برضو ما نسيتش الحاجات النادره. صحيح. الخطيره. صحيح. احنا جبنا سيره اورام الغده، برضو لسه هنتكلم عليها. اورام الغده الدرقيه موجوده في الاعتبار، موجودة في الاعتبار، لكن مش كل اللي غدة عنده متضخمة، أو كل اللي رقبته وجعاه، أو كل اللي بيبلع ريقه ويقول أو بيبلع الأكل بحس بصعوبة في البلع يبقى غدة. لكن يعني أقصد الشائع هو الشائع، لكن النادر موجود، يجب وضعه في الاعتبار. طب أنا هشخصه إزاي؟ إن ما كانش في ذهني. واحد راح للدكتور أو واحدة راحت للدكتور وبطنها وجعاها، هشخص ازاي حمل خارج الرحم؟ اما كانش في ذهني هذا التشخيص، هشخص ازاي حاجات تانية؟ يعني من الحاجات اللي مبسوطه منها جدا انه حياتك بتقول لنا التشخيص الاكلينيكي ما يغفلش ابدا، يعني مش بالتليفون ولا بالواتس. لا انا مبسوطه جدا انه حياتك مثلا ما بتقولش نجري على المعمل نعمل التحاليل الخاصه بالغده الدرقيه، لا هو التشخيص الاكلينيكي داخل العياده ليه قيمه كبيره لازم تحترم. فده مهم جدا، لانه احنا معظمنا دلوقتي
بيقرا حاجات على النت وينزل على طول يعمل التحليل من غير ما يكون محتاجه. صح. وبعد ما التحليل يطلع هو كده ارتاح. لا ما ارتاحش. اتضايق اكتر. طيب امتى يا دكتور الحاله تستدعي استئصال الغده الدرقيه؟ لو كان حجمها كبير. لو كان فيها ورم خبيث. لكن اني انا استعجل واشيلها عشان شكلها مضايقني يعني نفكر شويتين. يعني ايه شكلها مضايقني؟ يعني واحده الغده متضخمه سنه عند رقبتها هنا مضايقه، فتشيلها بخصوص الشكل؟ لا، نفكر مره واثنين وثلاثه ونحاول نقنعها برضو وكده. لكن لو فيها ورم خبيث هتتشال. لو هي مضايقاني في النفس وعملت اشعه ولقيتها ممتده داخل الصدر وغيره، لا هتتشال. بس لو دي هي حاجة مأثرة على الاوعيه الدمويه في الرقبه لازم تتشال. يعني دي حاجه انا مش مستوعباها قوي. تفضل. انه شخص يبقى مجرد شكل الغده مش عاجبه يشيلها او يستأصلها، لانه انا بشيل حاجه ليها وظيفه حيويه قويه جدا داخل جسمي عشان شكلها مش عاجبني. في بعض الاشخاص تفكيرهم بهذا الوضع. يعني انا ممكن اشيل مثلا حسنه مش عاجباني في بعض الاشخاص عشان هي مش عامله حاجه. في بعض الاشخاص يعني تفكيرهم بهذا المنطق زي اللي اخد هرمون الغده عشان وزنه يقل له، هو مش مريض غده. ما هو عشان كده بقى عايزين نقول لهم في الحلقه دي لا، ده مش تصرف منطقي ابدا. عشان شكل رقبتك او رقبتك مش عاجباك فانت بتستأصل غده مهمه جدا ليها دور حيوي في جسمك. صح. عشان الشكل. صح. مجرد الشكل. كلام حضرتك مظبوط تماما. صح. لا مش كل حاجه، وبرضه يترك الامر للطبيب. كده ده اكيد. طيب دكتور ايه النصايح اللي حياتك محتاج النهارده تقولها من خلال الحلقه دي لاي شخص بيعاني من خلل او وجود خلل في الغده الدرقيه؟ يتابع مع دكتور الغده. لو الدكتور طلب منه يشوفه بعد 6 شهور يعني يتابع بعد 6 شهور. ما ينساش نفسه، لان احنا ممكن نكتب جرعات كتيره زياده شويه ونقول نشوفك بعد شهرين. بيجي بعد 3 او بعد 4، مش باليوم يعني، مش يوم 21 يبقى يوم 21، لكن يعني في نفس المده تقريبا. يتابع بانتظام ويتابع العلاج. مش اكتر من كده. وطالما التحليل مظبوط خلاص، وما فيش داعي من كتر التحاليل الكتيره. الدكتور طلب تحليل هنعمله، ما طلبش تحليل خلاص. الناس اللي عندها او اللي استأصلت الغده الدرقيه مطالبه تاخد الهرمون مدى الحياه؟ ايوه. حسب برضه يعني، في ناس بيستأصل فص واحد للغده فممكن يكون محتاج ياخد اضافه على اللي جسمه بيفرزه، وممكن ما يكونش محتاج فيمشي عليه على طول، لكن المتابعه التحليل.